تسمع البغيل أنغم الممات قادم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون المسلمون يقتلون اليهود أبشروا بنصرهم سوف نمضي نشعل الأرجاء نورا ويقين لم يجعلوا لهم محبا على هذه الأرض لا بشر ولا حجر ولا شجر كل شيء معاديهم ها هم يدمرون كل شيء يدمرون الأشجار يدمرون البيوت فكل شيء يريد أن ينتقم من اليهود من هؤلاء الخنازير على هذه الأرض يا حبيبي يا تسمال عندك كم سنة؟ كثير انت مسلمة؟ بسمالة انت تعرفي اليهود؟ تحبيهم؟ لا انا تحبيهمش ليه؟ كيف؟ عشان هم ايه؟ هم كرد وخنازير عشان هم كرد وخنازير؟ مين قال عليهم كده؟ بسم الله ما شاء الله على بسمالة بسم الله ما شاء الله عليها ربنا يكرمها ويعني الواحد ما يتمناش من ربنا ابدا بنت اكتر من كده مؤمنة قد ايه ما شاء الله ربنا يكرمها وربنا يكرم والدها ووالدتها أنتم الأعلون على هذه الكرة الأرضية أنتم أساتذة العالم على هذه الأرض أمريكا إلى زمان أيها